الجانب المادي أجبرني أني أترك وظيفتي الحكومية والتوجه إلى القطاع الخاص، وحقيقة يعني حققت بعض الأهداف من انتقالي. أيضا كسبت مهارات فنية ومهنية إضافية، كون القطاع الخاص قطاع إنتاجي يحسب ساعات العمل بالإنتاجية. السبب الأول الانتقالي من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي هو الاستقرار الوظيفي في القطاع الحكومي، يكون أكثر الاستقرار الوظيفي من ناحية عدد الساعات في الدوام الرسمي تكون أقل، أيضا من ناحية الضغوطات في العمل تكون أقل عن القطاع الخاص. سبب انتقالي من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي كان سابقا المدراء في القطاع الخاص أغلبهم كانت من جنسيات الوافدة، فكان لا يوجد تشجيع وكان يحاولوا إعاقتنا في العمل في كثير من الأمور، وكذلك كان المردود المادي هو الراتب كان ضعيف في ذلك الوقت، ففضلت أني أخرج من القطاع الخاص وانتقل إلى القطاع الحكومي بحكم أفضلية الراتب. أرقام وحقائق، أهلا بكم مشاهدين الأعزاء. في إحصائية هامة نشرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول خيارات الشباب والباحثين عن العمل بشأن اتجاهات الوظيفة نحو الحكومة أو القطاع الخاص، كشفت الأرقام عن المنحنى الذي تراجعت فيه أفضلية الوظيفة العامة لصالح العمل في القطاع الخاص لدى هؤلاء الشباب من جملة الباحثين عن العمل من 95% في العام 2014 إلى 92% في العام 2015، على عكس طلبة التعليم العالي في العينة التي جرى عليها الاستقصاء الذين ارتفعت نسبتهم إلى 71% صعوداً من 65% عن الفترة ذاتها. والواقع أن الملف مهم جداً من حيث انعكاساته على سوق العمل وتأثير المستوى التعليمي ونظرة المجتمع على خيارات الوظيفة وبريقها على الجانبين. بداية نرحب باسمكم مشاهدينا بضيف هذه الحلقة الدكتور حسين بن محمد اللواتي الخبير في الموارد البشرية. رحب فيك دكتور. أهلا وسهلا. وقبل أن نبدأ الحوار معكم مشاهدينا الأعزاء نتابع التقرير التالي الذي عدته الزميلة انتصار، ونتابع فيه هذه القراءات في العينة التي أشرنا إليها سابقا، ونبدأ النقاش بعد هذا التقرير. قبل سنوات كانت الوظيفة في القطاع الخاص حلم الشباب لما تقدمه من حوافز مالية تجعله أكثر تفضيلاً لدى الأغلبية. انتفض القطاع الحكومي وعدل من رواتب موظفيه في الوقت الذي شهدنا فيه تسريح بعض مؤسسات القطاع الخاص لموظفيها، مما زاد تخوف البعض من قبول الوظيفة في القطاع الخاص وجعل غيرهم يبدأون في البحث الجاد عن وظيفة حكومية تؤمن لهم استقرارا وظيفيا. أحدث أرقام الدراسات توضح أن الشباب من طلبة التعليم العالي والباحثين عن عمل والمشتغلين أيضا يفضلون العمل في القطاع الحكومي بنسب مرتفعة وصل بعضها إلى 92%. إذن المشهد الحالي يسجل تحول أنظار الكثير من الشباب نحو القطاع الحكومي لما يحظى به الموظف من مميزات وحوافز في مقدمتها الاستقرار المهني الذي يمنحه الكرسي الحكومي، فيما أضحى القطاع الخاص بديلاً أخيراً ومحطة مؤقتة يرى فيها البعض جسراً يقود نحو الوظيفة الحكومية. ولعل من أبرز أسباب عزوف الشباب عن الوظيفة في القطاع الخاص ساعات العمل الطويلة، المرتب المتدني، ضعف الصعود في السلم الوظيفي، الإدارة المسيطرة من العمالة الوافدة، غياب الضمان الوظيفي،
غياب الحوافز المالية التشجيعية. في الجهة المقابلة تزداد أعداد موظفي الوحدات الحكومية لتطفو معها مشكلات كالترهل الوظيفي والبطالة المقنعة وماذا بعد؟ هل الظروف المالية تسمح باستيعاب أعداد أخرى من العاملين في القطاع الحكومي؟ وما دور القطاع الخاص تجاه الباحثين عن عمل في ظل أزمة تدني أسعار النفط وانخفاض الموازنة العامة؟ إذن مشاهدينا، وحسب الإحصائيات تسجل الأرقام مستوى مرتفعا من الرضا الوظيفي في القطاع الحكومي يقترب من حاجز 90% بالمقارنة بنسبة 64% فقط في القطاع الخاص. وكان الراتب في صدارة الأسباب التي دفعت المشتغلين في القطاع الخاص، وظروف العمل الصعبة والأمان الوظيفي هي الدوافع الرئيسية خلف عدم الرضا عن العمل في القطاع الخاص. إذن دكتور حسين، يعني في ضوء هذه الأرقام التي تحدثنا عنها، ما زالت الأرقام تشير يعني إلى تفضيل الوظيفة الحكومية، ورغم التراجع من 95% حسب ما تشير الإحصائيات إلى 92% في عينة الباحثين عن العمل، ومن 87 إلى 82 في عينة المشتغلين، ما هي الأسباب وراء ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نتكلم عن موضوع جديد حديث قديم حديث اسف نعم. يعني موضوع الفوارق الموجودة بين القطاع العام والقطاع الخاص موضوع انا اتصور انه درس واشبع بحثا من اكثر من حوالي 10 سنوات، لدرجة ان اتذكر في عام 2009 غرفة تجارة وصناعة عمان بادرت بعقد ندوة تتحدث عن الفوارق في الامتيازات بين القطاع العام والخاص، وقدمت مجموعة من التوصيات، كان من ضمنها التوصيات الخاصة بتوحيد الإجازات واللي شهدت حقيقة تطبيق فعلي بعد سنوات من هذه التوصيات. فالمسألة تتعلق بالنمط الكامل لسوق العمل والخريجين، سواء كان الباحثين العمل أو حتى المشتغلين حاليا في القطاع الخاص. الفكرة هي هذه نفسها، إن القطاع العام هو الأفضل من كل النواحي، راتبا، ظروف العمل، الأمان الوظيفي، كل هذه المؤشرات اللي ذكرتوها هي السبب وراء زرع هذيك الرغبة، زرع هذيك الفكرة عند الشاب، سواء كان أثناء المقعد الدراسي أو حتى بعد ما يبدأ يفكر في الالتحاق بسوق العمل، إن القطاع العام هو الأفضل له. ناهيك عن أن أصور أن المجتمع والأسرة أيضا لهم دور في توجيه الشباب إلى التفكير، أو توجيه أبنائهم إلى التفكير في توجه القطاع الحكومي باعتبار القطاع أفضل وأكثر استقرارا عن القطاع الخاص. ولكن لا توجد هناك مؤسسات في القطاع الخاص تقدم ميزات نقول أفضل من بعض المؤسسات في القطاع الحكومي؟ أكيد. وبالتالي أنا أذكر على سبيل المثال للحصر هجرة الكفاءات في القطاع الحكومي للقطاع الخاص، وهذا كان في أواخر التسعينات عندما بدأت فكرة منح التقاعد المبكر. وهذا دفع كثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الحكومي إلى توفير يعني أرضية جاذبة لكثير من الكفاءات للالتحاق بسوق بالشركات والمؤسسات في القطاع الحكومي الخاص. الآن الآن في وقتنا الحاضر تجد أن عشرات الشركات والمؤسسات الكبرى تقدم امتيازات قد تفوق أضعاف الامتيازات اللي ممكن يقدمها القطاع الحكومي. وبالتالي إذا خلينا على مجرد مؤشرات أولية، تجد ان في بعض القطاعات الغالبيه السائده في 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 مستوى الاداره العليا هم من الشباب العماني، وهذا دليل على ان هذه الكفاءات لم تهجر القطاع الخاص نتيجه لوجود هذه الظروف والامتيازات. وهذا طبعا في ظل منافسه كبيره بين الشباب للحصول على هذه الوظائف في القطاع الخاص. اذا بشكل عام، يعني ما هي المعايير التي تحكم الوظيفه في القطاعين؟
على الصورة على مستوى العام هي نفس المعايير. يفترض الآن أن القطاع الحكومي اتجه إلى تغيير جذري في أدائه، وبالتالي هو الأداء هو المعيار الأساسي والكفاءة في تنفيذ الأهداف المخططة للوظيفة التي سوف تشغلها. فالمعايير هي لا تتغير، ولكن كل ما في الأمر أن القطاع الخاص باعتباره قطاع يأخذ الربحية كمعيار للأداء أو كمقياس لأداء الفرد، بعكس القطاع الحكومي الذي لا يوجد له هذا المعيار، معيار الربحية. تجد أن هذا الفارق يهيئ للموظف في كلا الجهتين الظروف والمناخ المحيط به. يمكن بعض المداخلات التي تمت من قبل من بالمقابلات يبين لك هذا الفارق، يعني شخص يعني يفتش على مناخ مريح للعمل، وجد ان المناخ في القطاع الخاص في ضغط على العمل، وهذا هو طبيعه القطاع الخاص. القطاع الخاص يعني يبحث على الانتاجيه، على الاداء، عنده مثل ما قال احد الاخوان اللي تم مقابلتهم، ينظر الى الساعه، فالانتاجيه بالساعه، بعكس القطاع الحكومي الذي يقوم فيه الموظف بالدور الكامل للوظيفه دون يعني احتياج الى متابعه عن الانتاجيه اللي تمت. نعم، في نفس الاحصائيه دكتور يعني نلاحظ التراجع في نسبه الاقبال من طلبه التعليم العالي من 65% في عام 2014 الى 71%، يعني ارتفعت في 2015 الى 71% في تفضيلهم للوظيفه الحكوميه عن الوظيفه في القطاع الخاص. اذا كانت الاحصائيات حديثه العهد وهي في 2015، قد تكون هذه نتيجه في تصوري للظروف والاحداث التي حدثت خلال الفتره الماضيه، خصوصا ما تم في عمليه تفكير القطاع، بعض الشركات والمؤسسات في تسريح العاملين نتيجة الظروف الاقتصادية. يمكن أنا أتصور أن هذا هو قد يكون واحدة من الأسباب التي دفعت من شريحة اللي تم فيها الاستبيان، أو الشريحة التي استهدفها الاستبيان، أن هذا التخوف كان موجود، أن عمليا القطاع الخاص أصبح محل عدم اطمئنان إذا صح التعبير، وبالتالي التفكير في الأمان الوظيفي من خلال وظيفة حكومية قد تكون أفضل بالنسبة لهذا الفئة، خصوصا أن هذا الفئة التي سوف تبدأ الدخول في سوق العمل قريبا، وبالتالي عندهم الآن الاستعداد لبدء التخطيط لمستقبلهم الوظيفي. وكل واحد منهم أكيد كان يفكر بشكل أو بآخر إن أين يتجه. فبالتالي يمكن هذه كانت واحدة من الأسباب. إذن في هذه الحالة ما الذي يحتاجه كل قطاع الآن لي يعني جذب عدد أكبر من الشباب؟ أول شيء لازم نفهم أن القطاع الخاص هو الملاذ الأفضل في عملية استقطاب مخرجات التعليم أو استقطاب سوق الفائد في سوق العمل. بعض الأحصائيات البسيطة يعني عام 2014 يعني فرص العمل التي وفرها القطاع الحكومي ما تعدد 15,000 وظيفة في العام 2014. القطاع الخاص وفر 70,000 وظيفة، عدد كبير جدا. وبالتالي يفترض أول شيء أن نبدأ نغير هذا الفكر عند الشباب، أن القطاع الخاص هو الأفضل من ناحية وجود الفرص الخاصة بالتوظيف، بدل يعني استمرار في البحث عن عمل عند القطاع الحكومي الذي قد لا يكون دائما متوفر عن القطاع الخاص. فالقطاع الخاص عنده الإمكانية لاستقطاب الكفاءات والفائض الموجود في سوق أو المتوفر في سوق العمل. نعم. دكتور، هناك محددات مختلفة في اختيار يعني الوظيفة، دعنا نتابع مع المشاهدين آراء بعض الشباب حول هذه المحددات ونعود لنواصل الحوار. إذا نتابع مشاهدينا هذه المقابلات. هذه الفترة في العمل أفضل العمل في القطاع الخاص بحكم توفر كثير من المميزات في القطاع الخاص، خاصة في الشركات الكبيرة اللي هي مزايا التأمين الصحي، كذلك التأمينات الاجتماعية، وأيضا تنمية الموارد البشرية في هذا القطاع
في اهتمام أكثر من القطاع الحكومي، بسبب أن كل ما تطور وتنمى الإنسان في هذا القطاع يكون تطوره مردود للشركة. القطاع الحكومي قد تكون الوظيفة ثابتة من حيث آلية العمل وفي الدوائر الحكومية، وتكون وظيفة خدمية مجتمعية. إذن دكتور، يعني أليس القطاع الخاص بكل ما يستوعبه من عمالة كبيرة سواء من المواطنين أو حتى من الوافدين يشكل مفاتيح، وهناك أيضا أدوات مهمة وفعالة في تغيير يعني صورة الواقع التقليدي الذي يقود الشباب إلى القطاع الحكومي؟ وهذا هو اللي يحتاج إلى القطاع الخاص في المرحلة القادمة، بالذات يعني المرحلة الخاصة ب 2016 والتحديات الموجودة تتطلب على القطاع الخاص بذل جهود لإيجاد آلية لجذب الباحثين، جذب الشباب للانخراط في القطاع الخاص. الآن يعني المتتبع لسوق العمل ومتتبع على الفرص الخاصة بالوظائف المتاحة في القطاع الخاص، نعم، يجد أن بالفعل هناك في استقطاب مستمر وهناك في احتياج مستمر. وإذا أضفنا إلى ذلك خطط التعميم الموجودة عند كثير من الشركات ومتابعة وزارة القوى العاملة لهذه الخطط، هذه كلها مؤشرات تؤكد على وجود فرص للوظائف في القطاع الخاص، تتطلب من هذا القطاع أن حقيقة يعكس هذاك الجو الاطمئناني ووضع آليات لجذب هذا الشباب في 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 في, في الانخراط في سوق العمل، نعم، في الانخراط في القطاع الخاص. كيف يمكن أن يغير القطاع الخاص يعني هذه الصورة النمطية في تفضيل الوظيفة الحكومية على يعني العمل في القطاع الخاص مع كل هذه المحددات، مثل يعني وجود راتب جيد وفرص جيدة للترقي وكذلك نظام جيد للتقاعد؟ هناك ذكرت لأن الأشياء، هناك يعني موارد مالية أيضا محدودة قد تكون في القطاع الخاص في بعض الشركات. الآن القطاع الخاص بتركيبته المختلفة يستطيع أن يتعامل مع هذه المتغيرات بشكل مختلف، بمعنى أن الشركات والمؤسسات الكبرى تستطيع أن تخلق هذاك الجو الجاذب دون الحاجة إلى أي نوع من الجهود. يمكن أفضل طريقة الآن القطاع الخاص في تصوري هو أن يبدأ في عرض الوظائف الموجودة بشكل مختلف عن الطبيعة التقليدية المعروضة، وتوضيح ما هي الحوافز والجوانب المادية التي سوف يوفرها لهذا الشاب أو الشابة للانخراط. في نفس الوقت يمكن الآن الحاجة تستدعي للنظر مرة أخرى ومناقشة موضوع حد الأدنى للرواتب من جهة، وهذا أعتقد بعض المؤشرات تدل على أن وزارة القوى العاملة قاعدة تفكر في هذا الجانب. أيضا قانون التأمينات الاجتماعية الذي أيضا يحتاج إلى مرة أخرى إلى التفكير. نعم في تطورات جذرية حدثت خلال السنوات الماضية، ولكن مع ارتفاع والتطور يشهده الاقتصاد بشكل عام، يمكن الآن الأوان مرة أخرى بالتفكير في هذا الجانب إذا أردنا حقيقة أن نصل أو نوصل هذا المفهوم لدى الشباب، وخصوصا الشباب الذي سوف ينخرط لسوق العمل، بأنه الملاذ الأفضل في النهاية هو القطاع والتقدم الوظيفي في القطاع الخاص يعني عادة ما يكون أسرع في ظل وجود يعني التنافسية الكبيرة. نعم. في هذه النقطة تحديدا دكتور، يعني كانت الحكومة قد اتخذت بعض القرارات، منها يعني لجذب الشباب، منها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 325 ريال بحيث لا يقل يعني أي راتب عن هذا الأجر، وكذلك توحيد الإجازة في القطاع الخاص مع القطاع الحكومي سواء الإجازة الأسبوعية أو الإجازات التي تطرأ للمناسبات المختلفة. نعم. هل كان هذا كافيا لجذب يعني شريحة من الشباب للقطاع الخاص؟ يمكن هذه بعض المؤشرات تتحدث عن نفسها. عملية الانخفاض اللي صار في رغبة أو تفضيل الشباب للانخراط بالقطاع الحكومي، يمكن هذه المؤشرين يعني هذه الإجراءات اللي تمت هي عبارة انعكست إيجابا على هذا الجانب. نعم.
أنا لا أقول أنها لا تكفي، طبعا لا تكفي باعتبار أن احتياجات الفرد في أو احتياجات الفرد عموما ومحاولة لتقليل الفجوة بين الامتيازات الموجودة تحتاج إلى إجراءات أكثر من مجرد الراتب الأساسي و الإجازات. يعني نعم. العمل محتاج إلى أكثر من ذلك يعني. نعم. إذا انتقلنا إلى مستوى آخر من العوامل المؤثرة في خيارات الوظيفة لدى شريحة كبيرة من العاملين في القطاعين، سواء القطاع العام أو حتى القطاع الخاص، نجد أن هناك أيضا تفاوت كبير في حالة الرضا الوظيفي. طبقا مسألة الرضا الوظيفي تأكد مهما كانت البيانات والإحصائيات اللي قد نستطيع أن نحصل عليها من خلال الاستبيانات، يبقى عامل جدا جدا حساس. بمعنى آخر أن لا تستطيع أن تصل إلى تحديد دقيق لما هو الرضا الوظيفي، رغم كل المعايير التي تناولها هذه الإحصائية. يبقى أنا شخصيا عملت أيضا دراسة لقياس مستوى الرضا الوظيفي وما هي الحوافز التي يمكن أن تدفع الشاب والشابة إلى وصول إلى الرضا الوظيفي في وظائف القطاع الخاص. وجد أن في كثير منها متفاوتة. في بعض الأحيان أو في شريحة كبيرة كانت الراتب هو الأساس، ثم إجا في جانب آخر كان التطوير والتدريب وخلق مسار وظيفي يعني واضح بالنسبة للشاب أو الشابة أو الموظف، كانت هي واحدة من الأساسيات في عملية الرضا الوظيفي. نعم، ولكن هذا حتى لا يعني يغيب حتى في القطاع العام دكتور، يعني من ناحية وجود خط معين يمشي عليه الموظف. نعم. ويعرف كيف سيتطور خلال يعني السنوات التي سيبقى فيها في القطاع العام، لأن المسار الوظيفي من الأمور التي تتعلق بالقطاع الخاص أكثر من بالقطاع العام. القطاع العام تحكم قواعد أخرى في عمليات التسلل الوظيفي، بعضها اعتبارات إدارية بعضها اعتبارات أيضا سياسية. لكن بالنسبة للقطاع العام الخاص فهي عبارة عن احتياجات التشغيل، احتياجات الشركة، احتياجاتها في جوانب متعلقة بالعمليات. فبالتالي هذا مفاده أن الشركة أو المؤسسات والشركات في القطاع الخاص تستطيع أن تخلق. نعم. هذا المسار الوظيفي الذي يدفع إلى تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين فيها. فمن هذا المنطلق أنا أشوف أن الأرقام التي تم الوصول إليها في هذه الدراسة قد تختلف عن الواقع الحقيقي لما نأخذ شريحة أكبر أو أمنا نتجه إلى قطاعات مختلفة. على افتراض أو على سبيل المثال، أسف، القطاع المصرفي على سبيل المثال، ترى تجد ان الرضا الوظيفي بالنسبه للقطاع بالنسبه للعاملين في هذا القطاع مرتفع جدا عن بعض الوظائف الخاصه مثلا بالنسبه للقطاع التجزئه او قطاعات اخرى. ولهذا السبب عند هذا الفئه يصبح عمليه المسار الوظيفي او الترقي والارتقاء الى المستويات الاعلى في الوظيفه هو اللي يحقق له هذا الرضا عن الراتب. نعم. في حين انه ليس هو ذاك نفس الشيء عند القطاع الخاص بالتجزئه والقطاعات الاخرى الموجوده. في ذات يعني المثال الذي طرحته في قطاع البنوك، ربما لعبت الكليه المصرفيه دور في تاهيل شريحه كبيره من الشباب العمانيين، وارتفعت حتى نسبه التعميم في البنوك في هذا المجال. نعم. بالنسبه للقطاعات الاخرى، هل نحتاج لذات التجربه، لتطبيق ذات التجربة التي حدثت في القطاع المصرفي بوجود على سبيل المثال كلية المصرفية في تأهيل الشباب العمانيين، وبالتالي يستطيعون منافسة يعني العمالة الوافدة في القطاع الخاص؟ أعتقد هو يعني حاجتين نقدر ننظر إليها. واحدة هي بالفعل أول شيء أن القطاع المصرفي عمد على عملية التعمين فترة طويلة، يعني من أواخر السبعينات. نعم. وهو فكر في هذا الجانب. الكلية المصرفية أيضا لعبت دور كبير في عملية رفض القطاع المصرفي بكوادر مؤهلة ومدربة، استطاعت أن تأخذ زمام الأمور في كثير من الجوانب الخاصة بالقطاع المصرفي. نعم، احنا يمكن في حاجة إلى نفس التجربة في القطاعات الأخرى. أعتقد أنه القطاع مثلا قطاع السيارات الآن بدأ يتجه إلى هذا الجانب. نعم صحيح. وقام بمبادرة في بإنشاء أحد الكليات الخاصة بالسيارة أو الجانب الفني في قطاع السيارات. يمكن احنا محتاجين نفس العملية في الجانب الخاص بقطاع النفط والغاز، أن تكون هناك مؤسسات يعني أكاديمية تستطيع أن
ترفد هذاك السوق باحتياجاته من التخصصات المختلفة، وهذا حيساعد حقيقة على زيادة نسبة التأمين وتوفير فرص إضافية في القطاع الخاص. نعم، بالنسبة فيما يخص الأمان الوظيفي دكتور، يعني ما هي دلالة الأرقام التي تشير لها الإحصائيات؟ يعني 96% من المشتغلين يشعرون بالأمان الوظيفي في القطاع الحكومي، بينما في القطاع الخاص 77% فقط. يعني هناك تباين كبير أيضا بالنسبة للأمان الوظيفي، وهذا ما أداه ما حدث خلال الفترة الماضية في عملية التسريح الذي تم، أو التفكير في التسريح، والإشارات اللي دخل سوق العمل وبدأت حقيقة تزعج العاملين في القطاع الخاص وتولد عندهم هالفكرة، فكرة إن يعني إن الوظيفة هذه غير مستقرة، وقد أتعرض أنا كموظف إلى مثل هذه الظروف أو ظروف الاستغناء عن خدماتي. بعض المؤشرات الأخرى أيضا تصب إلى في نفس هذا المصاف، إن إحنا عدد المستقيلين سواء كان باستقالة أو بإنهاء الخدمة في عام 2014 في القطاع الخاص بلغ 80,000 شاب وشابة خرجوا من القطاع. نسبة كبيرة جدا. يمكن بعضهم اتجهوا إلى القطاع الحكومي أو أعادوا تسجيل نفسهم كباحثين العمل لحصولهم على فرص أخرى في مكانات مختلفة. وأيضا أشارت الإحصائيات يعني دكتور من خلال وزارة الخدمة المدنية إلى تفوق هؤلاء الشباب في اختبارات الخدمة المدنية وحصولهم يعني على أفضلية في الوظائف الحكومية نظرا للخبرة الكبيرة التي يتمتعون بها واكتسبوها من القطاع الخاص، كون أن هناك التنافسية كبيرة في هذا القطاع، وبالتالي أخذوا يعني قسطا كبيرا من التأهيل مكنهم في المنافسة. بالفعل هذه واحدة من الأمور اللي احنا نريد نوصلها إلى الشباب أو الجيل الباحثين عن العمل أو اللي سوف يتقنون سوق العمل، إن القطاع الخاص حقيقة يوفر هذه الفرص، فرصة الحصول على الخبرة وفرصة أنك تؤهل نفسك وتستطيع أن تنمي قدراتك للراغب بمعنى آخر من الجهتين، من جهة المؤسسة وتوفير المناخ الخاص لهذا العاملين لاكتساب هذه المعرفة وزيادة مهاراتهم وتوفير فرص التدريب والتطوير. ومن جهة أخرى الشاب أو العامل نفسه، الموظف نفسه الذي يستغل هذه الفرصة ويحاول أنه يستفيد منها. لأن لن تستطيع أن تصل إلى المراتب الخاصة باكتسابك المهارات المتكاملة في أي وظيفة ما لم تكن أنت عندك الاستعداد لأن تطور و تستغل الفرص التي توفر لك. نعم، ذكر كثير من المتحدثين معنا في الحلقة المعاملة غير الجيدة من الرؤساء وكذلك التنافسية مع يعني العمالة الوافدة. نعم. وهناك نسبة يعني ليست بالقليلة 13% في 2015 و10% في 2014. كيف يعني تحمي التشريعات الموجودة في الدولة الشاب العماني من مثل هذه التصرفات؟ أولا قانون العمل العماني واضح في هذا الجانب، يعني يوفر للعامل في القطاع الخاص كل الآليات التي يحتاج إليها في عملية مساءلة الشركة وأصحاب متخذي القرار في الشركة سواء كان رؤساء التنفيذ أو غيرهم في حالة حصوله أو تعرضوا لأي نوع من إجراءات تعسفية أو من أي نوع من المعاملة السيئة أو أي إجراء قد يكون في يعني غير مناسب أو يخالف قانون العمل العماني ويخالف يعني من ما نقول انتهك، ولكن يعني لا يتماشى مع الإجراءات المتفقة عليها كطرفي العلاقة التعاقدية له العمل العامل وصاحب العمل. فبالتالي هذا الجانب القانوني الخاص بتوفير هذه الحماية تمكن العامل بأن يعني يصرح ويلجأ إلى كل ما يراه مناسبا في حالة تعرضه إلى هالمضايقات. يعني إذا كنا أردنا أن نتحدث بشكل عام، نعم في بعض الأحداث التي شاهدها القطاع الخاص فيما يتعلق بعدم معاملة الوافد معاملة يعني جيدة للمواطن، ولكن في الآونة الأخيرة وبعد ما بدأت التغييرات اللي صارت من 2011 أنا أصور أن هذا الجانب بدأ يعني يكون ضئيل جدا في الشركات والمؤسسات، خصوصا أن الكثير من الشركات كانت واضحة في وضع سياسات وإجراءات داخلية و
بعض الشركات اللي أنا أعرفها أيضا قامت بتدريب الكادر الوافد على فهم ما هي الأمور القانونية الخاصة بهذه العلاقة. نعم. إذن هي قد تكون يعني ربما البداية في القطاع الخاص بالنسبة للشاب تكون بداية ضعيفة، ولكن سرعان ما ستتطور أكثر من ينافسه هناك في القطاع العام. ربما تقدم يعني نصيحة أخيرة بحكم خبرتك دكتور في هذا المجال. بدون شك أنا أقول أن القطاع الخاص في النهاية هو الملاذ الأفضل للخريجين للباحثين العمل لسببين زي ما ذكرت. السبب الأول يتمكن هذا يعني يمكن لهذا القطاع أن يوفر الفرص العمل، يعني زي ما قلت لك 2014 70,000 فرصة عمل وفر هذا القطاع لسوق العمل. هذا القطاع هو القطاع الواعد الذي يستطيع فيه أن الشاب يعني يحقق طموحاته، أن يقدم ما لديه من إبداعات، أن يتسلق السلم الوظيفي بسرعة. وفي هناك تجارب ناجحة جدا في القطاع الخاص وكثيرة. نعم. كثيرة الواحد تعرض إليها يجد بالفعل أن هذا ما تحقق لو كان هذا موجود في القطاع الحكومي. نعم. لكن لوجود هذاك المساحة الموجودة في القطاع الخاص لتوفير مثل هذه الظروف ومناخ العمل يستطيع هذاك الشاب أو الشابة أن يحققوا أمانيهم وأحلامهم. نعم. بكل تأكيد. دكتور حسين محمد لواتي الخبير بالموارد البشرية شرفتنا اليوم، ويعني أعطيتنا الكثير من الأرقام والملاحظات في هذا الجانب، ونشكركم مشاهدينا الأعزاء على طيب المتابعة. الأسبوع المقبل نلتقيكم مع أرقام وحقائق جديدة. إلى اللقاء.